ما عندي أصدقاء أولاً لأنه ما صار لي فترة طويلة، وكمان السكن يعني بعيد في يعني في فورست، بعيد على كل شيء، ما فيني أعمل كونتاكت يعني كونتاكت بالعالم بالناس يعني، وتعرف وأمشي ويجي. It was like a week when war started, and I was just doing something in my laptop, and my uncle just said, "Tomorrow night, I'm gonna drop you to Moldova border."